احنا في مرحلة جديدة بنحاسب بعض، مش على كل اللي اتقال. انا مش عايز احاسب على كل اللي اتقال، انا على الافعال اللي مات فيها ناس، في حصل فيه شراسة، في انتقام، في سفالة، قلة ادب، اجرام، في كده حصل كده، ده لازم يتحاسب. اللي عمل كده لازم يتحاسب. اللي قال انا مع الرئيس حسني مبارك على عيننا وعلى راسنا، واحنا قلنا اللي بيأيدوا الرئيس حسني مبارك وراحوا المهندسين أيدوا حسني مبارك على عيننا وعلى راسنا، بس دول كانوا كام ودول كانوا كام؟ دول كانوا 3-4 آلاف ودول كانوا 3-4 مليون، فيبقى خلاص الغالبية مش عايز الرئيس خلاص. وكنا مش ضد ده، انما تطلع ممثلة مثلا تقول لك اقفلوا على ميدان التحرير دول واحرقوهم، انت ايه ايه ده؟ ده مش رأي، ده مش رأي، دي اسمها قلة أدب، دي اسمها قلة أدب. يطلع ممثل يقول لك ان هم كانوا بيوزعوا عليهم كنتاكي. لا يا اخويا، ده كنتاكي كان بيتوزع من طول الحزب الوطني، بيدوه 50 جنيه وكنتاكي وبيتزا. انت ما شفتش، ما تعرفش، ما تفهمش، بتتكلم ليه؟ لكن ده على